رعى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة افتتاح أعمال ورشة عمل التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية باعتباره أحد المحاور المهمة في مشروع الضمان الصحي الوطني والذي تمضي البحرين نحو العمل على تطبيقه. هذه الورشة التي جاءت بالتعاون مع البنك الدولي وبحضور ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية هدفت إلى بناء القدرات الوطنية للإداريين الصحيين بالشكل الذي يكفل النهوض بالخدمات الصحية وتفعيل برنامج الضمان الصحي بأسلوب أمثل. من أجل أن يتمتع مدراء المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالسلطة التي تخولهم لاتخاذ قرارات مستقلة ذات مرونة في إدارة التجهيزات والمستلزمات الطبية، جاءت ورشة العمل هذه لتميط اللثام عما يحمله موضوع التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الحكومية من جزئيات تتطلب توافر عنصر الإيضاح حول ماهيتها باعتباره أحد المحاور الهامة التي يضمها مشروع الضمان الصحي الوطني في المملكة الذي يجري العمل على تطبيقه. النظام الصحي في البحرين يعتمد على الموضوعين، هو القانون، وهو القانون الآن في مجلس النواب للمناقشة، والإضافة لذلك عندنا نظام النظام الأوتونومي أو نسميه التسيير الذاتي للمستشفيات العمومية، وهذه الحقيقة هو الموضوع اللي إحنا نناقشه لأنه اللي يعطيها القدرة على أنها تتعامل مع وضع تنافسي في تقديم الخدمات الطبية بما يزيد من كفاءة وجودة العمل فيها. ندوة ارتبط تنظيمها مع الحاجة الملحة في متابعة جودة الممارسات الإكلينيكية في المنشآت الصحية بشكل فعال ينطلق من نافذة إعادة تنظيم المنظومة الصحية واستقلالية تلك المؤسسات الصحية العامة، فضلا عن التغلب على أبرز التحديات المتمثلة في إعادة تعريف العلاقة بين الجهات المعنية من مقدمي الخدمة كالمستشفيات وديوان الخدمة المدنية إلى جانب وزارة الصحة ووزارة المالية. البرنامج الضمان الصحي يتكون من عدة أعمدة مهمة، ومنها التسيير الذاتي للمستشفيات، يعني مثلا خلق الصندوق اللامركزية بالضبط، بس مثلا خلق الصندوق هو شيء مهم في النظام. القانون نحن الحين مع الجهات التشريعية إن شاء الله نشتغل معهم على أساس أن القانون بالتعاون معهم إن شاء الله القانون نتمنى أن في خلال السنة هذه أو على السنة الجاية بعد ما يقر من قبل الجهات التشريعية والجهات التنفيذية نبتدي في عملية التطبيق، ولكن نحن الحين قاعد نحاول نستبق الأمور في عمل هذه الورش على أساس نعد الفرق لما نحصل خلينا نقول الصورة النهائية أو الموافقة على القانون. هذا الاجتماع الذي جمع البنك الدولي بالعديد من مؤسسات الدولة المعنية بموضوع تطبيق الضمان الصحي استطاع أن يحقق الهدف المنشود الرامي إلى بناء القدرات الوطنية للإداريين الصحيين بالشكل الذي يؤهلهم إلى تطبيق أمثل ومنظم لجميع مضامين مشروع الضمان الصحي الوطني مستقبلا. لتلفزيون البحرين، محمد الشيدات.